ان شاء الله تكونوا كويسين. معاكم احمد بك. ان شاء الله انا اليوم سوف اتحدث عن حيوان الضبع، ولماذا لا يتم دفن هذا الحيوان الا بوجود الشرطة او الدرك او محضر قضائي. اولا، يصل ثمن جلد الضبع حوالي 50,000 دولار امريكي، لانه يستعمل في تهريب المخدرات، لان المسح الضوئي لا يخترق جلده. ثانيا، بول الضبع أكثر شيء تخافه الكلاب، أما الحمار فيموت من شدة الخوف عند الاقتراب منه. ثالثا، جزء من أجزاء هذا الحيوان وخاصة المخ يستعمل في السحر الأسود، وبذلك هو مطلوب كثير جدا من السحرة والمشعوذين. يقال أن الترياق أو الأوكسير المستخدم من عصد مخه قد تؤدي إلى الجنون التام وإلى الأبد. هذا الحيوان الكئيب يطلق رائحة تجعلك تتبعه وتذهب إلى ورائه بدون أي سبب. لماذا؟ لأنه يستدرجك إلى مكان مهجور، وعندما تكون وحيدا ينقض عليك وتكون فريسة سهلة. وبذلك أحذركم ألا تتهاونوا مع هذا الحيوان. وبذلك قد انتهى حلقة اليوم، وإذا أعجبكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.